انا اعمل العصير الجرجير الجميل بتاعنا ازاي؟ بجيب عندي حزمه جرجير قدام حضراتكم اهيت، ونروح فين كده وفي الخلاط الاول. ده كلام جميل. اقوم واخد عنديها شويه ميه وقافلين ومشغلين. ماشي، خدنا الميه بتاعته، وقبل ما نشيلها بالميه بقوم حاطط عليه ربع كوبايه من السكر عشان لو في اي مراره بتتشال في العصير. الناس تقول لي خلاص يعني عصير الجرجير، يا عم جرب يا ست، جربي الاول يعني، جربوا وبعدين احكموا، حاولوا. طالما احنا قلنا حاجه مش هنطلع ايه يعني بنتكلم عن حاجه كده وخلاص، غير لما نكون واثقين فيها اللي هي ان شاء الله تمام في التمام قوي يعني. فانتوا جربوا الاول وشوفوا عصير الجرجير ده حاجه جميله جدا جدا جدا. اقوم واخد الجرجير بتاعنا ده اهو، ونقوم واخدينه ومصفينه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو، يطلع منه الميه بتاعته اللي قدام حضراتكم ديت. ايه اللي بيعمل مراره بقى؟ التفل بتاعه هو ده، بنشيله خلاص مش محتاجينه خالص. ده اللي بيعمل المراره فين؟ في العصير. نشيله ونقوم واخدين عندنا الميه بتاعت الجرجير وحطينا تاني فين؟ في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ناخد شويه ميه هنا تاني من النص كده اهوت، نفتح اهو كده، ولازم تكون ايه الثمره بتاعتها تكون طريه. نقوم واخدينها كده وكده، نقوم فاتحينها كده اهوت، ونقوم شايلين عندنا، نحاول نشيل القشره بتاعت البذره دي نفسها. لقيتيها ناشفه تحطيها في يعني تسيبيها عندك في ورقه زبده في مكان مظلم 3 ايام بمعلقه كده اهوت. نقوم شايلين، شايفه طلعت القشره لوحدها اهيت، واللحمه ناخدها ونحطها فين؟ مع الجرجير. بص يا حمد ازاي ايدك المعلقه تمام تخش بين اللحم وبين الايه الجلد نفسه بتاع الايه الافوكادو. تمام، نقوم شايلينها اهيت ونحطينها هنا تلج. يا عيني، موز، قال لك بلاش لبن، قال لك لان اللبن بيكسر بيكسر مع الافوكادو او الحاجات الصحيه يعني، او الحاجه بتبقى صحيه اكتر فنشتغل بميه، فعملتها بميه. لان التلج بيقول لك بيكسر القيمه الغذائيه اللي بتبقى موجوده مع المكونات اللي معانا، باقي المكونات ديت. عسل ابيض، يا عيني هوب، ونشغل مونتي بقى، مونتي مونتي ان شاء الله. الله على الروايح. تمام، الشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، جرجير وافوكادو وموز، عسل ابيض، قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. احلى حاجه في الدنيا الشوا اللي بيتبقوا في الاخر دول بتوع الخلاط. بس
بالدنيا عندي.